واخيرا ميسي قرر يتدخل، اخيرا ميسي بجد بيقول للعالم كله لا يا جماعه انا مش انا اللي بدير الفريق وانا اللي بجيب الصفقات وانا اللي بجيب المدربين، لا يا جماعه الاداره بتاعت بالتيمو دي تلبسني كل حاجه وانا كمان مش راضي على الطريقه اللي بيدار بيها النادي وانا مش هجدد لو وصلنا للطريق اللي احنا فيه ده ومفيش رؤيه للمستقبل، وهو المدرب اللي بعد كيكي 60. وكمان الكلام على تخفيض اجور اللعيبه واللعيبه ما كانتش راضيه، طب انتوا خفضتوا اجورها ازاي وهم ما كانوش راضيين. ميسي اخيرا بيقرر يثور وقت ثوره صح الصح اللي هو في انتخابات اخر السنه الجايه، لو بارتيمو ما وافقش على طلبات ميسي والرؤيه للموسم الجديد بارتيمو هيطير في الهواء، ولا في انتخابات ولا في ميح، فميسي اختار الوقت السيء فشخ بالنسبه له. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الصبح كلنا متابعين الاخبار وبنكتب كالعاده اخبار برشلونه اليوم، لقينا فجاه كده كل الصحف الاسبانيه بتقول ان ميسي قرر ان هو يجمد عمليه التفاوض حوالين تجديد التعاقد بتاعه، فناس كتير قوي قالت لك ميسي ماشي، وطبعا لقينا ان الصحف كلها بتقول لك الخمس وجهات المقبله لليو ميسي بعد رحيل عن برشلونه، وكان فعلا ميسي ممكن يرحل عن برشلونه. دي حاجه انا عن نفسي ما صدقهاش بالنسبه لمشجع برشلونه وعاشق ميسي من اول لحظه نزل الملعب فيها لحد دلوقتي. انا بالنسبه لي ميسي اختار الوقت الصح ان هو يضغط فيه على الاداره. هل ميسي دلوقتي مستعد ان هو يغادر برشلونه؟ الراجل اللي طول عمره بيقول ان انا بتمنى ان انا اختم حياتي ببرشلونه، لما يطلع ويقول ان انا جمدت المفاوضات بتاعتي بسبب الاستمرار مع النادي، ده معناه ان الراجل رافض السياسات اللي بتحصل من بارتيمو. بارتيمو اللي كان بيحاول اخر السنه ونص تحديدا يثبت للكوكب كله ان ميسي هو اللي بيتدخل وان انا اعطيت صلاحيات لميسي وميسي هو الشرير الوحيد في برشلونه وبيتسربوا له تسريبات للعيبه ان اللعيبه هي اللي تجبرت واللعيبه هي الوضع بالنسبه لها كارثي واللعيبه هي اللي بتجبر النادي على ان هو يعمل صفقات، وان بارتيمو ومجلس الاداره هم شويه غلابه بينفذوا طلبات ميسي. ميسي اخيرا قرر يتدخل يقول لا يا جماعه انا ما اتدخلش في حاجه، انا كل انا طلبته في الحياه ان هم يرجعوا نيمار، وبقى لهم سنتين بيحاولوا يرجعوا نيمار والجماعه دول فشلوا ان هم يرجعوا نيمار. طب نجيب مدرب كويس زي الناس؟ لا احنا بنجيب مدربين ما اعلم منهم ربنا. طب ميسي لما وقف قدام سرابيا على الخط ورابطه كانت مشهوره جدا والناس كلها تقول ان ميسي مش راضي على الجهاز الفني، وميسي طبيعي جدا ان ميسي ما يقبلش التعامل مع كيكي 60 وسرابيا لانه طبيعي ان هو راجل علامه من كوكب اخر، واكتشف ان هما الاثنين قحط من اول تمرين نزلها معاهم لان هو لاعب عنده خبرات عاليه غير ان الكوره دي حاجه في دمه، فطبيعي ان هو يكتشف ان كيكي والمساعد بتاعه بلح ويكتشف ان الناس دي هتودي الفرقه لبعيد. طب ميسي هو اللي كان بيقول ان سواريز يكمل؟ طب باماره ان النادي راح يجيب لوتارو مارتينيز اللي هو شايفين الولد ده كويس، بس لا بيقولوا انه ده طلبات ميسي. كل حاجه الاداره بتعملها بتلبسها في ميسي، فلما ميسي يطلع دلوقتي ويقول انا مش موافق على كل اللي بيحصل في برشلونه بدليل ان انا وقفت المفاوضات بتاعتي، ده معناه ان بارتيمو لابس في الحيط، معناه ان بارتيمو خايش. وفكره كمان ان بارتيمو ما يحاولش ان هو يجدد مع ميسي وان ميسي يفرض شروطه عليه اللي هي مدرب جديد ومشروع كويس ونشوف هنجيب صفقات مين ومين هيخرج، ده معناه ان بارتيمو مش هيجرؤ انه يخش انتخابات، لان انت لما بتعرفش تجدد لميسي ده معناه ان اسمك هيتكتب بالقائمه السوداء في النادي اللي اتخلت على ليونيل ميسي. دي معناه انك خسرت الانتخابات قبل اساسا ما تفكر انك تخش الانتخابات. فكمان ان انت دلوقتي بتواجه معارضه كبيره جدا والعالم كله بيقول لك الطريقه السياسه اللي بتدير بيها النادي غلط، وحتى كمان لما الاقي ساندرو سيل طالع امبارح يقول لك الطريقه اللي بيدار بيها برشلونه طريقه خاطئه ويجب تغيير سياسه الاداره، ده معناه ان كل الناس شايفه ان انت عندك مشاكل كتير. فكمان هتستغنى عن ليونيل ميسي، الموضوع بالنسبه لك خلاص خلصان. فبصراحه ربنا انا بحيي القائد ميسي على اختيار التوقيت، توقيت عالمي جدا 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 من ميسي اللي يضغط فيه على بارتيمو واللي يقول للكوكب كله اه انا بتدخل، بس انا بتدخل علشان خاطر اخد النادي للمسار الصحيح. هما دايما بيحاولوا يلبسوني انا في الحيط، بيجيبوا لي اي صفقات وبيقولوا لي انت اللي هتشيل الموسم في النهايه، ولو خسرنا يبقى انت برضه لعيب فيك، مش لعيب في المدرب ولا لعيب في اللعيبه ولا لعيب في الاداره بتجيب صفقات تعبانه، لا لعيب فيك عشان انت ميسي، انت الامبراطور بتاع عالم كره القدم، فانت اللي هتشيل الدنيا كلها. فميسي طلع يقول لهم خلاص طالما عايزين شيلوني ليله شيلوني ليله مع مدرب كويس وشيلوني ليله مع صفقات كويسه، غير كده انا مش هكمل معاكم، وانتوا كمان بالنسبه لكم الانتخابات ما تفكروش تاخدوها تاني. فبصراحه ربنا انا عاجبني الوضع. اما بالنسبه لو ميسي مشي، لا يا معلم خير اللهم اجعله خير، يعني ميسي هيمشي وهي كمان هنكمل بالصفقات اللي احنا جايبينها من ريال بيانيتش وراكيتيتش وفيدال، لا ده احنا كده بنقول لميلان بص عندك طريق في السكه اللي انت فيها دي ولا ايه النظام بالنسبه لك؟ يعني احنا ما فيش حل غير كده، لان احنا لو ما جددناش لميسي ده معناه ان في مشكله، وما جددناش لميسي واستمرنا بنفس السياسه لا احنا على الله التسهيل. بس انا اتوقع ان هو هيرضخ لطلبات ميسي غصب عن بوزو. فبالنسبه كمان لموضوع ليروي سانيه وانتقاله لبايرن ميونخ، وبايرن بقى له سنتين ثلاثه هيموت على ليروي سانيه، عنده مشاكل دفاعيه ومشاكل في نص الملعب وعايز ليروي سانيه باي طريقه. جاب جورتيسكا وجاب هرنانديز وقال لك انا عايز ليروي سانيه، بص هو كده كده عايزين سانيه، وسانيه راجل كان عنده صليبي وقعد مع الاداره قال لهم بصوا انا عايز اخد زي اللي بياخدوا رايح من ستنينج، قالوا له بص
حلو بايرن، ماله بايرن بالنسبه لك مثالي، والراجل اتعاقد مع بايرن ميونخ واخيرا بايرن خلص الحلم بتاعه. بس انا بصراحه مبهور من ميسي بصراحه. ايه التوقيت ده يا معلم؟ وبالنسبه للتوقيت يعني مش هخسر اي حاجه لو عملت لايك او سبسكرايب، وان شاء الله مش هيمشي. احنا قاعدين في النادي لحد ما يبطل كوره، ده مفيش جمهور هيمشي بعد ميسي ما يبطل. المهم ان احنا عايزين نحتفظ بميسي قدر الامكان يا جماعه، ما تحرموناش من ميسي، حرام عليكم. بس احنا مامبرتيمو اللي جايبين بارتيمو، ما تحرمناش من لايك، مش هخسر حاجه يعني.